حقيقة ما كاش أحسن مناسبة من هذه المناسبة ذكرى 8 ماي 45 لتدشين هذا المشروع الحيوي بالنسبة لصطيف رفقة زميلي وزير الداخلية وجماعة المحلية وتهيئة العمرانية وزير الموارد المائية وكل المجتمع السلطات تاع صطيف. إذا هذا المشروع أضفى على صطيف يعني لمسة عصرية وزاد عزز البنية العمرانية نتاعها ويسهل من السيولة تاع النقل لصطيف. اليوم تعاني من زحمة كبيرة باعتبار أنه في ساعة يقدر ينقل 5000 مواطن في ظرف ساعة واحدة عبر 26 محطة توقف. ثم أن المسار الذي اختير له كان مسار جيد جدا لأنه يفوت على الجامعة، يفوت على أحياء أهلة بالسكان، يفوت على المرافق، وهذا شيء يشرف البلاد وخاصة ولاية صطيف. وبالمناسبة نترحموا على الناس نتاع 845 ونشكروا الناس اللي ساهموا في الإنجاز هذا نتاع الترامواي هذا، وإن شاء الله يكون بسعادة وبفرح إن شاء الله على الولاية نتاع صطيف إن شاء الله. هي المناسبة اليوم مناسبتين، المناسبة الأولى هي المناسبة تاع 8 ماي 45 هي مناسبة عزيزة على كل قلوب الجزائريين بدون استثناء، وخاصة مدينة صطيف وخراطة وقالمة ومدينة عين كبيرة. والمناسبة الثانية هي الترامواي هذا. الترامواي هذا راه يخفف ضغط كبير على مدينة صطيف. وثانيتها راه مفخرة لمدينة صطيف. يجب المحافظة عليها، محافظة على هذا الترامواي هذا، وراه يعني مكسب كبير لمدينة صطيف، تستاهل أكثر من هالشيء هذا إن شاء الله. تدشين ترامواي صطيف بالتزامن مع ذكرى 8 ماي 45 يعني لالين هذه مليحة على ولاية صطيف تنحي أزمة نقل، والحمد لله يعني لين طويلة من الجامعة لتحت حتى يعني تروسون. هذه حاجة مليحة لولاية صطيف ويستفيدوا بزاف منها الناس، وحاجة نظيفة وربي يبارك إن شاء الله وفيه من المزيد إن شاء الله مشاريع لهذه الولاية. والله يصح نقول لكم أنا باللي مدينة صطيف هذه مدينة جميلة كي هي كي عبادها، ربي يبقي عليها السر، والله يسترنا الجزائر كامل. وترامواي هذا راهو حاجة مليحة، يعاون الشعب ويعاونوا الشعب، برك وقفوا مع الشعب، سيرتو الزواولة، ارحموا الزواولة هذا ما كان.